السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. غادي نديرو اليوم كيفاش نخوضوا الحنة ديال الشعر. دابا غادي نبداو شنو غادي نديرو لها. عندنا المغليان، عندنا الحنة على حساب الشعر. انا غندير جوج معالق. عندنا معلقة ديال زيت العود كنديرو عليها باش ما تحرش الشعر. وعندنا القرنفل، من بعد ما طحنتو غربلتو باش يبقى غير داك الرقيق، ندير معاه حتى معلقه كيخلي الريحه في الشعر كتجي زوينه وما يحرش الشعر. الا درتي الحنه بوحدها كتحرش الشعر. على بركه الله، بسم الله. غادي ندير انا جوج معالق ديال الحنه، كتغطي الشيب وكترطب الشعر، تجي زوينه. غادي ندير نص معلقه كبيرة كما عمرة ديال القرنفل، وغادي نديرو الماء. غادي نديرو الماء بالقياس اللي بغيتو نتوما، المهم خاصها تكون جارية بزاف باش اللي بغا يديرها لشعرو كيتحكم فيها كيفاش يديرها. أنا ما ندير لها لحامض لا حتى حاجة، كندير لها القرنفل، كندير لها معلقة ديال زيت العود وشعري ما محرش، كترطب الشعر كيجي زوين. يديروا على البنيات ويديروها حتى الناس الكبار. مثلا غادي ندير شويه ديال الماء ونخليوها هذيك ربع ساعه نص ساعه حتى ترخي، ترخي داك القرنفل في الحنه، عاد نديروها في الشعر ديالنا. نخليوها ساعه حتى ساعه ونص على شعرنا ونغسلوه. غنخليوها هكذا هي. المهم غادي ندير لها دروك معلقة ديال زيت العود ونخليها، نغطيها ببلاستيكة ونخليها حتى ترخي مع راسها ديك واحد ربع ساعة حتى نص ساعة، ونديروها على شعرنا ان شاء الله. هاهي معلقة ديال زيت الزيتون، زيت العود اللي عندو الشيب كيحمر، اللي ما عندو كترطب الشعر مع زيت العود، كترطب الشعر وكتخليه ديك الريحه ديال القرنفل فيه مده حتى ل 15 يوم ما كتمشي، واخا غسلتيه واخا ما كتمشي ديك الريحه ديال القرنفل. دابا غادي نغطيها ببلاستيكه ونخليها ترخي. ها هي غادي نغسلوها في بلاستيكه. المهم هاي ما جريت هنا بزاف، نخليوها قلت لكم ربع ساعه حتى نص ساعه ونديروها على شعرنا، وبالصحه والراحه كتجي زوينه في الشعر كي قلت لكم، كترطب الشعر. الحنه بعدا ديال الورق، نسيت ما قلتها لكم، سمحوا لي، ديال الورق ماشي ديال البكيه. كنجيبوا الحنه ورق ونقيوها من العواد ديالها ونطحنوها على يدينا، عاد نديروها. ما نديرو ديك اللي مشريه، ما نديرو ديك ديال الباكيه، ما عرفناش من المواد فيها تخرج على شعرنا. ونديروها في هاد البلاستيك نخشيوها فيه هكا ونخليوها قلت لكم ربع ساعه حتى نص ساعه، ونديروها على شعرنا وبالصحه والراحه. وما تنساو ديروا جيم وتشتركوا في القناة ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتسناوني في حلقات جداد ان شاء الله. وبالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.